بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والمريخ السوداني في أولى مباريات القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا دوري المجموعات. مش هبدأ أقول تحدي البطولة إلى عشرة، لا، على بركة الله يبدأ النادي الأهلي مشواره في البطولة الإفريقية، حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي في مواجهة الزعيم نادي المريخ السوداني. مباراة صعبة قوية بالتأكيد، إن شاء الله نتمنى فيها التوفيق للنادي الأهلي، وتكون أولى المباريات فيها انتصار وانطلاقة قوية للنادي الأهلي في مستهل مبارياته في دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، خاصة الأيام القادمة كل أسبوع في مباراة إفريقية مهمة جدا. بعد مباراة المريخ بقى أقل من أسبوع عندنا مباراة سيمبا التنزاني في دار السلام في تنزانيا، لكن كل التوفيق للأهلي يا رب. خلاص قفلنا مشوار المونديال، كأس العالم بتفاصيله، بالبرونزية، بكل الاحتفالات اللي عشناها خلال آخر ثلاث شهور خاصة بعد تحقيق التسعة، لكن التحديات اللي جاية بالتأكيد تحديات مهمة جدا، هنشتغل عليها بشكل كويس جدا عشان نسعد جمهورنا في كل مكان. لكن نبدأ سؤال حلقتنا النهاردة بتوقعاتكم، ويعني شايفين مباراة الأهلي والمريخ السوداني، إيه أفضل نتيجة أو توقعاتكم للنتيجة اللي ممكن تكون النهاردة في مباراة الأهلي والمريخ السوداني؟ شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من المشاركات وآراء الجماهير في الإجابة على هذا السؤال. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بداية مشوار العشرة، الأهلي في مواجهة المريخ. كمان في ترند الأهلي، الزامبي سيكازوي حكما لمباراة الأهلي والمريخ. وأخيرا في الترند العالمي، الليلة مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا. استعراض مباريات اليوم النهاردة في مباريات دوري أبطال إفريقيا. بالمناسبة مباراة الأهلي والمريخ هي آخر مباراة بالنسبة لمباريات الجولة الأولى، بخلاف طبعا مباراة الوداد وكايزر تشيفز المؤجلة، لكن هذه المباراة كانت تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. هذه المباراة إن شاء الله هتتلعب الساعة 9 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. وأيضا كمان النهاردة في مباريات في الدوري المصري ومباراة كأس مصر وفي دوري أبطال أوروبا. منذ قليل انتهت مباراة البنك الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري بفوز مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء، لتزداد نتائج البنك الأهلي بشكل عكسي خلال الفترة الأخيرة. أيضا في مباريات كأس مصر النهاردة استكمال مرحلة مباريات دور الـ 32، سموحة حقق فوز كبير على تيكيرنس بأربعة أهداف مقابل لا شيء. لكن المتعة والإثارة والندية والقوة مباريات الدور طبعا دوري أبطال أوروبا. النهاردة في مباراتين غاية في القوة والإثارة، الساعة 10 مساء في نفس التوقيت لايبزيج هيلعب مع ليفربول الإنجليزي، وفي نفس التوقيت أيضا برشلونة في مواجهة قوية جدا مع باريس سان جيرمان. دي مباريات الذهاب بالنسبة لمرحلة دوري أبطال أوروبا. وبالطبع خلال الفترة القادمة كل يوم ثلاثاء وأربعاء في مجموعة من المباريات، ودي مرحلة الذهاب، وبعدها بأسبوعين هيكون في موعد لمباريات الإياب. لكن أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند وحديث وكلام مهم جدا عن مباراة الأهلي والمريخ السوداني. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. هنتكلم بقى على أحداث بالتأكيد مباراة الأهلي والمريخ اللي هتنطلق النهاردة إن شاء الله الساعة 9 مساء. كان في استعدادات مختلفة خلال ال 48 ساعة الماضية. فريق النادي الأهلي راجع من أرض المونديال بيستعد لانطلاق مباريات دوري المجموعات، المواجهة الأولى مع المريخ السوداني. بالمناسبة مع الأهلي في هذه المجموعة الأولى فيتا كلاب الكونغولي وسيمبا التنزاني. سيمبا عمل مفاجأة في أولى المباريات وفاز في الكونغو خارج أرضه بهدف مقابل لا شيء. المريخ راجع أو جاي القاهرة بعد فترة راحة من مباراة حوالي 10 أيام، لدرجة أنه جه القاهرة قبل موعد المباراة بحوالي 4 أيام وعمل تدريب في ملعب نادي حرس الحدود، وامبارح كان التدريب الأساسي والرئيسي على استاد القاهرة الدولي. فريق المريخ طبقا طبعا لمجريات الأمور واخد مساحة وقت فيها راحة أكتر، ما لعبش مباريات الفترة الأخيرة، لكن النادي الأهلي كان آخر مباراة ليه منذ حوالي 72 ساعة وبيستعد طبعا لمواجهة المريخ. قائمة الأهلي، يمكن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي اختار قائمة ب 20 لاعب، وتغلب بشكل كبير على عدد كبير من الغيابات الموجودة في صفوف الفريق بسبب الإصابة أو حتى إيقاف حسين الشحات. القائمة بتضم في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع عودة رامي ربيعة، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، بدر بنون، ياسر إبراهيم، سعد سمير، ومحمود وحيد. في وسط الارتكاز أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، وأكرم توفيق. في الأمام محمد مجدي قفشه، محمود كهربا، جونيور اجايي، محمد شريف، ومروان محسن، ووالتر بواليا.
غياب سداسي عن قائمة فريق النادي الأهلي، 6 لاعبين لن يكونوا في قائمة مباراة اليوم بسبب الإصابة، أبرزهم طبعا أيمن أشرف وعلي معلول وأيضا كمان وليد سليمان، طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وغياب حسين الشحات لتنفيذ عقوبة إيقاف مباراتين من قبل لجنة الانضباط بعد تنفيذ العقوبة الأولية بإيقاف مباراتين في مرحلة دور الـ32 بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي. حكام مباراة اليوم وطبعا طاقم التحكيم شهد حديث كثير جدا من جماهير النادي الأهلي. حكم الزامبي جاني سيكازوي هو حكم الساحة، معه مساعد من أنغولا جورسون دو سانتوس، ومساعد من موزمبيق أريسونا شادريك هو الحكم المساعد الثاني. لن يتم تطبيق تقنية الفار في مرحلة دوري المجموعات في هذه الفترة، عشان البعض برضو بيسأل على فكرة تطبيق تقنية الفيديو، لا مش موجودة في مرحلة دور المجموعات. وخلال الفترة الجاية عندي تفاصيل جديدة في هذا الشأن إن شاء الله بإذن الله من خلال برنامج الترند، هنفرد لكم على فكرة أو أقول لكم خبر انفراد إمتى سيتم تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة الجاية، لأن القصة مش ممكن تكون في نصف النهائي والنهائي، لا في تفاصيل وفي موضوعات، لكن هيجي وقتها وأشرحها وأقول الخبر مهم جدا لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. لكن محتاجين نطمن على أخبار الفريق وأخبار الجهاز الفني واللاعبين وكيف يستعد لمواجهة المريخ السوداني، وماذا يدور في ذهن بيتسو موسيماني قبل هذه المواجهة في ظل غيابات عديدة بتضرب صفوف الفريق. لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق طبعا عشان نطمن منه على آخر الاستعدادات والتجهيز لهذه المباراة الكبيرة اللي هتنطلق إن شاء الله وهتبدأ في الساعة 9 بتوقيت القاهرة. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام ولكل متابعي وجماهير النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. عايز اطمن منك على الاستعدادات، طبعا الفريق دخل معسكر مغلق منذ الامس، في غيابات موجوده في صفوف الفريق، ممكن يعني موران الامس يكون شهد بعض استقرار الجهاز الفني على العناصر اللي هيبدا بها مباراه النهارده والاجواء المحيطه بالفريق في فندق الاقامه. بالفعل زي ما ذكرت محمد، يمكن الاجواء هنا يمكن لو اوصفها لك والخصها زي ما بنقول، الاجواء هنا زي ما بنقول من الاهلي ما زال في اجواء المونديال، في اجواء المونديال بمعنى ان في تركيز شديد جدا، اللعيبه ملتفه حوالين بعضهم جدا، في تركيز، في اصرار ان يكون في بدايه قويه زي ما ذكرت في المقدمه بتاعتك، فوز سيمبا يعني زي ما بنقول عامل دافع للنادي الاهلي انه ان شاء الله من اول مباراه يتصدر المجموعه، خاصه المباراه الجايه ان شاء الله مع سيمبا في تنزانيا على ارضه، ده هتكون فرصه ان شاء الله انك من بدري تحسم الصعود، خاصه بقى لو هنرجع للمونديال ان اخر حاجه بيتسو موسيماني قالها بعد حصولنا على البرونزيه قال للاعبين ان شاء الله عايزين ناخد البطوله اللي جايه تبقى الثانيه على التوالي والعشره والنجمه العشره يتوج بها النادي الاهلي ونرجع هنا من تاني وان شاء الله نحقق مركز احلى احسن ويكون في طموح للوصول للمباراه النهائيه وتحقيق نتيجه افضل. يعني زي ما بقول لك الاجواء هنا اكثر من رائعه، اللاعبين ملتفين حول بعض بشكل كبير، يمكن وجبه الفطار كانت الساعه 10 الصبح، اللاعبين كلهم موجودين يمكن بعد ما خلصوا فطار قعدوا مع بعض اتكلموا كتير مع بعض، كذلك الجهاز الفني المعاون بكامل تشكيله مع بيتسو موسيماني بيتكلموا مهمومين بالمباراه، بيتكلموا ان هم ان شاء الله رغم الغيابات زي ما ذكر امبارح بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراه قال ان شاء الله احنا قادرين على الفوز ورغم الغيابات لكن ان شاء الله قادرين على تعويض كل الغيابات ويكون الموجودين ان شاء الله قادرين على تحقيق الفوز، وده هدف النادي الاهلي في كل مباراته زي ما بنقول، كمان يمكن زي ما بقول لك حريص كل الحرص اللاعبين، وليد سليمان يعني احد كباتن النادي الاهلي ومن اللاعبين الكبار، وليد سليمان جه ليله امس هنا الفندق واجتمع فعلا مع اللاعبين وجه كمان النهارده الصبح قعد مع اللاعبين في جلسه مطوله اتكلموا مع بعض، اللاعبين زي ما بنقول يعني بيشدوا بعض وبيأزروا بعض ان شاء الله عاوزين تبقى البدايه رغم الاصابات رغم اي شيء لكن ان شاء الله مركزين عايزين اول 3 نقط نبقى في الصداره مع سيمبا، هنلعبوا الماتش الجاي ان شاء الله على ارضه باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه وهي الفوز هناك، تبقى متصدر من بدري تبعد عن الضغط العصبي، لان زي ما بنقول يا محمد احنا الاهلي مش همه انه يعدي بس من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، لا الاهلي همه انه يوصل للنهائي، همه انه يعني زي ما بنقول احنا عملنا الصعب وخدنا البطوله السنه اللي فاتت، الاصعب هو الحفاظ على وجودك في مكانك الطبيعي يعني على قائمه الانديه الافريقيه، يمكن 2005 2006 انت البطل، 2007 بتخسر في النهائي، 2008 بتعود من جديد تبقى البطل وتوصل لكاس العالم للانديه، 2012 2013 انت البطل، ب 17 18 بتوصل مرتين للنهائي ما كانش فيه توفيق،
وصلت في 2020، فالمطلوب ان شاء الله من اللاعبين 21 ان شاء الله يبقى بطل افريقيا المره الثانيه على التوالي، وموجود في كاس العالم انديه بطموح جديد خالص بقى، وهالوصول للمباراه النهائيه باذن الله. يمكن زي ما قلت لك بقى تفاصيل يوم والاجواء هنا، الفطار كان 10 الصبح، بعد كده يمكن اللاعبين نزلوا والغدا الساعه 2، زي ما قلت لك برده كان في اجتماع بعد الغدا وكلام كتير، مفيش حديث ولا يعني زي ما بقول لك نفس اجواء المونديال اللي كنا بنتابعها على شاشه قناه النادي الاهلي شايفينها هنا في الفندق. التفاف كامل اللاعبين، تركيز تام في المباراه، اجواء بجد نادي بطل، نادي بطوله. اللاعبين زي ما يعني وانا بكلمك حالا دلوقتي بنجهز القاعه المخصصه لالقاء المحاضره الفنيه، بتجهز حالا، ويمكن بعض من افراد الجهاز المعاون في القاعه بالفعل بيحضروا، محلل الاداء موجود في انتظار نزول اللاعبين بعد دقائق معدوده، هيبقى في محاضره فنيه ان شاء الله في الخامسه والنصف، بعد كده هيبقى وبعدها هيعلن ان شاء الله التشكيل هيخوض به الاهلي المباراه، في بعد كده يعني تناول وجبه خفيفه ان شاء الله في مطعم الفندق هنا، ومن ثم ان شاء الله التحرك لملعب المباراه هيكون فيه تمام السابعه مساء، زي ما تم الاتفاق في الاجتماع الفني اللي تم عقده امبارح في النادي الاهلي. وطبعا انت اكيد التفاصيل كلها عندك، ان شاء الله النادي الاهلي النهارده بزي التقليدي ان شاء الله هيكون في مواجهه المريخ السوداني. طيب محمد، سؤال اخير وهحاول بقى استفيد من خبراتك، لان انت طبعا من الناس الموجوده منذ سنوات طويله مع بعثه او مع فريق النادي الاهلي بشكل كبير في معسكراته قبل المباريات الهامه. ما لمسته هذه المره من خلال مجموعه اللاعبين والجهاز الفني؟ ايه الجديد اللي انت شايفه النهارده يعني بالنسبه للاستعداد لمباراه المريخ، او الجزئيه اللي انت لفتت انتباهك في معسكر الفريق قبل مواجهه المريخ عن سنوات سابقه او اجيال سابقه؟ بس النقطة دي بالتحديد عشان أكون أمين معاك يا محمد، مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية الجيل دوت، يمكن الجيل بالكامل مفيش باستثناء وليد سليمان هو اللي سبق ليه لعب كأس العالم للأندية، كون ماتش المريخ عاقب على طول انتهاء المونديال ده عامل حالة كبيرة جدا للاعبين، تتلخص في إن اللعيبة عايزة تروح تاني، اللعيبة دي أول مرة تشارك في كأس العالم للأندية، اللعيبه مصره انها تروح تاني دوت، يمكن زي ما بقول لك هيبقى له اثر ايجابي كتير جدا في المباراه النهارده، ان اللاعبين خلاص لا احنا مصممين بطوله افريقيا دي بقت هدف يعني صعب التنازل عنه، لا عايزين نكسب بطوله افريقيا تاني، ان ده زي ما بنقول مكاننا الطبيعي، عايزين نروح كاس العالم للانديه تاني، يمكن حرزنا البرونزيه للمره الثانيه في تاريخنا، لكن اللاعبين مش راضيين، يعني تحس ان اللاعبين مش راضيين بده، لا في طموح جديد وفي هدف جديد بيلعبوا. يمكن كمان يمكن بعد الغداء اجتمعت مع دكتور احمد ابو عبله، يعني جمعني بيه حوار، عايز برضه اقول لك حاجات يعني ليك في الترند لاول مره، يمكن اتكلمت معاه عن المصابين، طبعا انت عارف اكثر من اصابه، فقال لي ان ايمن اشرف ان شاء الله هيكون موجود في سفريه تنزانيا في مباراه سيمبا ان شاء الله، لكن للاسف علي معلول هيبقى خارج السفريه، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، الثلاثه خارج السفريه، وطبعا يعني زي ما بنقول وليد سليمان كمان خارج القائمه اللي هتسافر، لكن هو ايمن اشرف الفريق يعني هيستعيده ان شاء الله، وهيبقى موجود ان شاء الله خلال سفريه تنزانيا مع الفريق ان شاء الله. اتحدد ميعاد السفر يا محمد؟ الى الان لا، بس يعني تمام. زي ما بنقول كده يمكن من مصادرنا الخاصه ان شاء الله هيبقى يوم الجمعه يعني باذن الله ان شاء الله. الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه فريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهه المريخ، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات قبل المواجهه المنتظره. الفريق ان شاء الله هيتحرك الساعه 7، المباراه الساعه 9، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مواجهه زعيم الكره السودانيه نادي المريخ السوداني. اخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما استعرضنا معاكم قائمه فريق النادي الاهلي اللي اختارها بيتسو موسيماني لمواجهه المريخ النهارده، قائمه فيها 20 لاعب. ايضا كمان من خلال صفحات السوشيال ميديا يمكن في اكتر من صفحه جماهيريه لنادي المريخ، نادي الزعيم في السودان، بيتكلموا عن التشكيل المتوقع، ممكن نصر الدين نابي المدير الفني اللي تولى القياده منذ حوالي 10 ايام يبدا بمين في مواجهه النادي الاهلي. بالمناسبه في غيابات، في صفقات جديده، لكن هنستعرض مع بعض التشكيل المتوقع لنادي المريخ طبقا طبعا للصفحات والبيدجات الجماهيريه لنادي المريخ. في حراسه المرمى منجد النيل، امير كمال، صلاح نمر، عبد الرحمن كورنو، بخيت خميس، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، سعيدي شونيه، بكري المدينه، طبعا من ابرز اللاعبين ومعروف طبعا في الكره السودانيه، ارنولد بانجا، سيف تيري. طبعا ده التشكيل المتوقع لنادي المريخ السوداني. بالمناسبه يمكن جالي اتصال مع المنسق الاعلامي منذ قليل لنادي المريخ، وقال ان التشكيل الرسمي هيعلن بعد المحاضره اللي هيتم انعقادها الساعه 7 في غرفه خلع الملابس في استاد القاهره الدولي. ده كلام رسمي من قبل المنسق الاعلامي، هيكون في محاضره رسميه للمدير الفني مع اللاعبين في غرفه خلع الملابس الساعه 7، وبعدها مباشره هيتم الاعلان التشكيل الرسمي لنادي المريخ السوداني. بالمناسبه كمان يمكن امبارح كان في مؤتمر صحفي لفريقي الاهلي والمريخ، بيتسو موسيماني وسعد سمير حضروا
طبعا من قبل النادي الأهلي، ونصر الدين نابي مع أمير كمال مدافع الفريق حضر من جانب فريق المريخ السوداني. طيب نروح نشوف بيتسو موسيماني في تصريحاته ومعاه سعد سمير مدافع الفريق، قالوا كلام مهم جدا بمناسبة هذه المباراة وأولى المباريات الإفريقية في مرحلة دور المجموعات المجموعة الأولى. Yeah, we lost a lot of players, but we're not complaining. We have enough for the match for tomorrow. احنا فقدنا لاعبين كتير زي ما قال، بس بيقول طبعا احنا ما بنشتكيش، عندنا لاعبين كافيين يقدموا مباراة بكره. Also opportunity for other players to get a chance to play. وفرصة لاعبين تانيين ما بيشاركوش ان ياخدوا زمن المشاركة ويشاركوا في المباراة. But we foresaw this space. We knew when we come from Qatar we will be having a hectic game where CAF games are coming, where Egyptian Cup starts, where also the Dawr is still around. So this is the period of the testing time for Ali. وعارفين كنا عارفين مسبقا ده هيحصل، احنا راجعين من قطر ان هيبقى في يعني في ماتشات متتاليه متتابعه سواء دوري او كاس او بطولات افريقيا، فعارفين ده التحدي لعيبه الاهلي الفتره الجايه بنقيس نفسنا بيه. But the games against the Sudanese teams for Ali have always been difficult games. لكن طبعا مبارياتنا دايما امام الفرق السودانيه بتبقى دايما ماتشات صعبه بالنسبه للاهلي. But it's good that we're playing home, otherwise we would have been traveling. It would have been more hectic for us. So thanks God we are playing home. بس كويس ان احنا هنلعب يعني الماتش الاوي ده هنلعبه عندنا مش هنلعبه بره، يا اما كان حطينا نسافر وهيبقى في ارهاق اكتر، فالحمد لله اول مباراه هتبقى مع المريخ هنا عندنا. بس we're playing a very difficult team of course. هنلعب مع فريق صعب جدا. A well rested team. ومستريح اكتر. Didn't have a lot of games. They are fresh and they are all available. فايقين بدنيا وما كانش عندهم ماتشات كتير زينا وكلهم متاحين، اللعيبه كلها متاحه ما فيش غيابات كتير زينا. But we don't have excuses. It's early. We have to play all the games. We knew that we're going to have these games. And كان في اعظم مع النادي الاهلي يعني لازم نلعب كل الماتشات وعارفين هيبقى في ماتشات زي دي لازم نكون مستعدين ليها. And we expect good results. واتوقع ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه كويسه. والله يعني مرحب بيكم، واحنا زي ما كنت قايل جايين من رحله صعبه على المستوى البدني والفني وعلى المستوى الذهني بالنسبه لنا. انجاز كبير اتحقق وميداليه مهمه بالنسبه لنا كجيل وكلعيبه نبني عليها الفتره اللي جايه وتدينا دفعه في البطوله الافريقيه ان شاء الله. ان احنا نستفاد زي ما كنتش قال من السلبيات والايجابيات، نحاول نطور من نفسنا الفتره اللي جايه. بنلعب خصم قوي، خصم منافس لينا دايما في الكره السودانيه سواء كان نادي المريخ او نادي الهلال، فعندنا ماتش صعب معاهم بكره وعندنا تحدي كبير ان احنا جايين من مكسب وجايين من حاله معنويه كبيره، فلازم نحافظ على الحاله المعنويه دي والحاله النفسيه اللي احنا فيها ونبتدي بدايه كويسه نحافظ على اللقب بتاعنا، وده الطريق بتاعنا نحو اللقب العاشر ان شاء الله، فتكون بدايه كويسه لينا وبدايه فيها مكسب ونفرح جمهورنا زي ما احنا بنفرح الفتره اللي فاتت، ولاعبتنا زي ما هم رجاله الفتره اللي فاتت يكملوا على نفس المسيره ان شاء الله باذن الله. الحمد لله يعني الواحد رجع الفتره اللي فاتت بشكل كويس وموجود في التدريبات مع الفريق. بالنسبه لنا كواحد من كباتن الفريق اهم حاجه عندنا ان الفرقه تأدي بشكل كويس، الفرقه تكسب، ان احنا كل مباراتنا نفوز بيها. المشاركة في الأول وفي الآخر ده قرار المدير الفني ولازم نحترمه كلنا، والمدير الفني حريص إن احنا كلنا نكون جاهزين وإن احنا نكون متواجدين في المباريات، لكن أهم حاجة مصلحة الفريق ده رقم واحد. بالنسبة لماتشنا مع المريخ احنا مركزين بشكل كويس جدا، عارفين إن الناس جمهورنا عنده طموحات كبيرة وعنده حوافز كبيرة إن هو عايز يكسب كل ماتشاته سواء جوه مصر أو خارج مصر، فاحنا بنشتغل على ده. النهارده مستر موسيماني اتكلم معانا في النقطه دي قبل التدريب ان احنا لازم نكون مركزين بشكل كويس جدا، عندنا ماتش صعب بكره. كل الفرق بعد البطولات اللي انت بتحصل عليها تحترم النادي الاهلي اكتر وبتلعب قدام النادي الاهلي بقوه اكتر وبتلعب النادي قدام النادي الاهلي بشراسه، فلازم احنا نكون مركزين وبنقابل ده بكل قوه وبكل شراسه علشان خاطر نفضل محافظين على النجاحات اللي احنا بنحققها سواء على مستوى البطولات او على مستوى ان انت تكسب كل 3 بونت بحيث ان انت تتصدر مجموعتك ان شاء الله وتصعد للدور اللي بعديه ان شاء الله باذن الله.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا دي تصريحات بيتسو موسيماني الكوتش بيتسو للمدير الفني للنادي الاهلي مع سعد سمير قائد وكابتن الفريق في المؤتمر الصحفي بالامس. عايز اكد بس على شويه تفاصيل معينه لان انا امبارح حضرت المؤتمر الصحفي. كلام بيتسو موسيماني وكلام نصر الدين نبي الاثنين كانوا بيتكلموا بشكل ايجابي جدا وكل واحد بيحترم الفريق الاخر. يمكن في تصريحات خرجت بعد المؤتمر الصحفي من خلال لقاءاتهم مع العديد من الزملاء والقنوات الفضائيه، لكن عايز اقول كم نقطة مهمة اتقالوا في المؤتمر الصحفي وركزت عليهم. بيتسو موسيماني قال اتعلمنا كتير قوي من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وعندنا شغل كتير هنعمله الفترة الجاية. قال مش هشتكي من غيابات ولا إصابات، لكن طبعا مباراتنا مع المريخ مواجهة صعبة لأن دايما مباريات الفرق السودانية مع الفرق المصرية تحديدا مع الأهلي مباريات صعبة جدا. قال جيد إن أول ماتش هنا في مصر، لكن طبعا مفيش طبعا أي أعذار ومتوقع إن احنا نعمل ماتش كويس. سعد سمير اتكلم في جزئيه مهمه جدا، قال المشاركه قرار فني، اهم حاجه الفريق بيأدي، الفريق بيكسب، بيعمل نتائج جيده، وانا كواحد من كباتن الفريق دورنا ان احنا نساند الفريق بشكل جماعي عشان نكسب كل المباريات اللي هنلعبها الفتره الجايه. طب نصر الدين نبي في تصريحاته امبارح في كل الاسئله ردا في المؤتمر الصحفي كل كلامه كان ايجابي جدا على النادي الاهلي، قال عندي في مصر ذكريات جميله انه كان بيقود الاسماعيلي في فتره من الفترات، قال فرصه جيده بالنسبه لي ان انا اقابل النادي الاهلي، دي فرصه لا تتكرر كثيرا وسعيد انا وكامل اللاعبين بمواجهه النادي الاهلي، قال الكبير كبير لكن ليس هناك مبررات في حلول اكيد لنا اقدر بيها الاعب فيها فريق النادي الاهلي، قال لي مباراتي الاولى مع النادي الاهلي هي فرصه جيده بالنسبه لي وليس العكس، قال الاهلي هو المرشح الاول للتاهل من هذه المجموعه والثلاث فرق في البطوله وفي المجموعه فيتا المريخ سيمبا كلهم سيتنافسوا على البطاقة الثانية. قال أنا توليت المسؤولية من 10 أيام لكن طبعا مش هحط مبررات، عندي لعيب من أوغندا، جبت لعيب من جامايكا، لكن طبعا لسه الانسجام مفقود واللعيب الجامايكي غالبا مش هيكون جاهز وفي أزمة في قيد اللاعب النيجيري اللي أنا تم التعاقد معه عشان ما يكونش موجود أو غالبا مش هيكون موجود في مباراة الأهلي. أمير كمال مدافع نادي المريخ قال كنت أتمنى اللعب أمام جماهير النادي الأهلي في هذه المباراة الكبيرة وسنبذل أقصى ما عندنا عشان نقدم مباراة كبيرة جدا. ده الكلام اللي اتقال في المؤتمر. بعد المؤتمر كان في أسئلة بقى في إطار اللي أنت عايز تاخد تصريح معين وأنت مثلا بتسأل المدرب هل تتوقع أنك هتخسر مباراتك قدام النادي الأهلي؟ فطبيعي لما تتسأل سؤال زي ده إجابتك يعني أنا جاي ألعب أنا مدير فني أكيد مش هخسر أو أكيد جاي أعمل مباراة كبيرة، فكان ليه ردود البعض خدها أو اجتزأها من السياق الأساسي وعمل عليها ترند أو كلام كبير عبر السوشيال ميديا، لكن بالامس كان في احترام متبادل في كلا تصريحات المدربين سواء بيتسو موسيماني او نصر الدين نبي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا شويه تفاصيل واخبار ومحتوى مهم جدا عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. بالتاكيد ده كل الكلام بيدور حول المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر والزعيم النادي الأهلي والمريخ. نبدأ مع بعض من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي الحساب الرسمي على الفيسبوك، نشروا تصميم خاص لمباراة النهاردة بين الأهلي والمريخ. يوم المباراة المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا استاد القاهرة 9:00 بتوقيت القاهرة، إن شاء الله تبقى البداية 10:00 بالنسبة للنادي الأهلي والهاشتاج أفريقيا يا أهلي. طيب نروح لحساب جول، حساب جول على تويتر كتبوا إن الأهلي يبدأ مشوار البحث عن 10:00 أمام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا. مباريات اليوم الثلاثاء 16 فبراير الأهلي والمريخ في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، بالتأكيد إن شاء الله متابعة كبيرة جدا لهذه المباراة. طيب صفحة يلا كورة الصفحة الرسمية على الفيسبوك نشروا تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم وهناك أربع تغييرات أمام فريق المريخ بسبب الإصابات والغيابات، يعني مثلا في غياب علي معلول وأيمن أشرف وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر بالإضافة طبعا للخبرة الكبيرة وليد سليمان. التشكيل المتوقع ممكن يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، محمود وحيد ظهير أيسر، ياسر إبراهيم وبدر بنون اثنين في قلب الدفاع، حمدي فتحي وعمر السولية اثنين وسط ارتكاز، أمامهم محمد مجدي أفشة، وفي الهجوم محمد شريف كهربا وولتر بواليا. ممكن نحط ما بين قوسين بجوار محمد شريف جونيور أجايي، يعني ده التشكيل المتوقع من خلال رؤية الزملاء في يلا كورة، لكن من خلال متابعتنا للتدريبات قد يحدث تعديل تحديدا في الناحية الهجومية، ممكن يكون جونيور أجايي بجوار كهربا مع والتر بواليا. طب نشوف وجهة نظر أخرى ورؤية أخرى من خلال حساب المصري اليوم الرياضي. الحساب الرسمي قالوا إن أجايي وديانج حلول بيتسو موسيماني لتعويض غيابات الأهلي أمام المريخ، بمعنى إن موسيماني استقر على الثنائي وده الأقرب فعلا جونيور أجايي ومحمود كهربا لتعويض غياب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر تحديدا في مركزي الجناح، كما سيشارك محمود وحيد في الجبهة اليسرى لتعويض غياب التونسي علي معلول
وسيدفع الكوتش بيتسو بياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع بعد تأكد غياب أيمن أشرف للإصابة، وينوي الدفع بالمالي أليو ديانج على حساب حمدي فتحي الذي شارك أساسيا على مدار الفترة الماضية بوسط الملعب خشية تعرضه للإصابة بالإجهاد من ضغط المباريات. يمكن بنسبة 99% في استقرار على شكل التشكيل، لكن بقى ممكن يبدأ بديانج على حساب حمدي فتحي. دي رؤية حسب ما يشوف بيتسو موسيماني الاستعداد البدني وجاهزية كل لاعب لهذه المباراة اللي هيكون فيها بالمناسبة معدل جري ومعدل بدني كبير جدا، لان المريخ جاي بعد فتره راحه 10 ايام ما بيلعبش مباريات، ومع قياده فنيه جديده اكيد لسه في انسجام، لكن هتكون الناحيه البدنيه ابرز حاجه هتميز فريق المريخ النهارده في مواجهه الاهلي. طيب نكمل مع بعض ونروح لصفحه في الجول. الحساب الرسمي في الجول على تويتر كتبوا: اولى خطوات الحفاظ على اللقب، استضاف الاهلي فريق المريخ السوداني 3 مرات في مباريات اقصائيه ببطولات افريقيا، تفوق النادي الأهلي على النادي السوداني في المواجهات الثلاث وعبر للدور التالي مسجلاً 8 أهداف واهتزت شباكه مرة وحيدة. فقل حسن إن شاء الله بإذن الله تكون الانطلاقة أمام الزعيم. طيب من حساب في الجول أيضاً كمان حساب الرسمي لصفحة في الجول على الفيسبوك كتبوا يعني إحصائية متعلقة بناحية رقمية في مواجهة الأهلي، الفرق السودانية لما بتلعب في مواجهة النادي الأهلي في مختلف المسابقات الإفريقية. طيب تفوق كامل للمارد الأحمر، نتائج الأهلي في 14 مناسبة واجه فيها الفرق السودانية سواء الهلال أو المريخ أو أي فريق سوداني خلال الفترة السابقة. الأهلي فاز في 6، تعادل في 4، خسر في 3، والنهاردة هي المواجهة رقم 14، والأهلي سجل 18 هدف. آخر حاجة معايا في المحتوى الخاص بالأهلي صفحة الأهرام، الحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيتكلموا على أن تحذيرات شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الاهلي قبل مواجهه المريخ السوداني الليله. طبعا هي الفكره التحذيرات في اطار عدم الاستهتار بالمنافس، الفريق المريخ بيضم في صفوفه عناصر مميزه بيطمع في تحقيق نتيجه ايجابيه في القاهره او التعادل على اقل تقدير. شدد موسيماني على ضروره احراز هدف مبكر يسهل من مهمه الفريق خلال المباراه في ظل الطريقه الدفاعيه اللي ممكن يتوقع ان يلعب بها المريخ في مباراه اليوم. ده بشكل عام الكلام اللي قاله بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة أو في الساعات الأخيرة قبل المباراة اليوم. بشكل عام بالمناسبة هي مباراة صعبة، المباراة قوية، وبيتسو موسيماني بيعتمد في تحضيره لهذه المباريات على نقطتين: أولا العامل الذهني والعامل النفسي بشكل كبير جدا. المحاضرة اللي بيعقدها بيتسو موسيماني بتستمر لمدة حوالي من ساعة إلى ربع إلى ساعة، وامبارح عمل محاضرة قبل موعد المران الأساسي والرئيسي واتكلم على التحضير الذهني والتحضير النفسي، وفي بعض اللقطات والفيديوهات تم إرسالها عبر الإيميل لكل لاعب عشان يذاكر فريق المريخ وهو موجود في المعسكر بالأمس، وده تم أيضا كمان لما كان الفريق لسه راجع من أرض المونديال. بالمناسبة كمان عايز أكد على حاجة تانية، ودي الجزئية التانية اللي عايز أتكلم، إن بيتسو موسيماني بيركز على إيه. بيتسو موسيماني أثناء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية كان بيشتغل على التحضير لمباراة المريخ ومباراة سيمبا التنزاني، وإزاي الأهلي بعد ما يرجع من كاس العالم للانديه يكون كل الامور اللوجستيه والامور الفنيه جاهزه للفريق عشان يخلص من مباراه المريخ في اليوم التالي، تكون كل الداتا جاهزه قبل مباراه سيمبا، لان مباراه سيمبا هي اصعب مباراه هيواجهها الاهلي في دوري المجموعات. سيمبا التنزاني تم تحضير الفريق بشكل كبير، حصل تغييرات كتيره جدا في شركه نادي سيمبا، حضور جماهيري. لا ننسى ان سيمبا التنزاني من الانديه اللي بتحظى بحضور جماهيري حتى في ظل جائحه كورونا، وده بيصعب من إقامة هذه المباريات تحديدا في تنزانيا. عمل نتيجة جيدة في لقاء الجولة الأولى، فاز على فيتا الكونغولي، وما ننساش إن السنة اللي فاتت أو الموسم اللي قبل الماضي فيتا فاز على سيمبا في الكونغو 5-0، لكن بعد التطور اللي حصل في سيمبا قدر بعد ما كان بيخسر بالخمسة يفوز على فيتا بهدف مقابل لا شيء. فكل الأمور دي في ذهن بيتسو موسيماني والجهاز المعاون، وبيحضر بشكل قوي جدا للمباريات الإفريقية سواء مباراة المريخ أو مباراة سيمبا. المباراتين بالنسبة للجهاز الفني هي كتلة واحدة في توقيت واحد، مباراتين في أقل من أسبوع، 6 نقاط تدفع الفريق دفعة قوية جدا في البداية. قدامكم المناسبة على الشاشة دي لقطات حصرية من مقر إقامة فريق النادي الأهلي، وبنتكلم هنا بقى في التوقيت. كل حاجة النهاردة في البرنامج اليومي متحددة من أول موعد الفطار، ميعاد الغداء، الميتنج، موعد قاعة المحاضرات والاجتماع، ثم المغادرة إلى استاد القاهرة الدولي، وبالتوفيق يا رب إن شاء الله لفريق النادي الأهلي. أخرج على فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المشاركات وبعض الأخبار المتعلقة بالبعثة قبل مواجهة المريخ السوداني.
اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. بالمناسبه مباراه النهارده بين الاهلي والمريخ هي اول مواجهه بين الفريقين في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، واول مواجهه لفريق المريخ مع منافس مصري في دوري ابطال افريقيا. لذلك هنشوف بقى توقعات الجماهير على هذه المباراه وعلى هذه المواجهه الاولى بين الفريقين في دوري ابطال افريقيا. جودة رضوان بيقول 2-0 للاهلي توقعاته للمباراه ان شاء الله. احمد داوود بيقول 3-0 ان شاء الله للاهلي، كهربا وبوليا وشريف. طيب كمان مجموعه من الاراء، محمد علاء بيقول ان شاء الله 2 للاهلي، ياسر العباسي بيقول ان شاء الله 3 للاهلي. يا رب باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. والمهم في هذه المباراه يا جماعه الثلاث نقاط، انت بتجمع النقاط عشان في الاخر تصل الى مرحله الكوارتر فاينل دور الثمانيه. كل التوفيق للاهلي النهارده يا رب في اولى مبارياته في دوري المجموعات وانطلاقه قويه في حمله الدفاع عن اللقب العاشر لدوري ابطال افريقيا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاركه، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء. احنا ملوك اللعبه، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسال يا ابني علينا. الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله على السكه وشغال، الضربه القاضيه هتتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.